الله أكبر تكبير الله أكبر. ساحة العباسيين باتت بين فكي كماشة الثوار بعد السيطرة على أهم النقاط العسكرية الفاصلة بين الغوطة الشرقية ومحيط دمشق. غوطة 6-2 حاجز حرملي. معركة القصاص العادلة الثانية والتي بدأها الثوار بتحرير حاجز حرملة الواقع بين جوبر وعنترما والذي يعتبر نقطة تمركز أساسية لعناصر الأمن والشبيحة والتي كانت تقوم بتأمين طريق المتحلق الجنوبي الواصل إلى دمشق. ليقوم بعدها الثوار بتحرير حاجز العدنان والجسر الفاصل بين زملكة وجوبر، وبهذا يكون الجيش الحر استطاع السيطرة على أكثر من 7 كيلومترات من المتحلق الجنوبي، الأمر الذي سوف يؤمن لهم خط إمدادات عسكرية من الغوطة الشرقية إلى جوبر والأحياء المحيطة به. الانتصارات الأخيرة مكنت الثوار من التقدم أكثر نحو دمشق، حيث استطاع الجيش الحر من تحرير ثكنة الموسيقى العسكرية والتي لا تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن ساحة العباسيين في المنطقة الواقعة بين جوبر والزبلطاني. وبهذا يكون الجيش الحر اقترب أكثر من ساحة العباسيين والتي لا يفصله عنها سوى آخر المراكز الأمنية الواقعة بالقرب من الساحة والتي يحاول الثوار اقتحامها من جهة الزبلطاني التي تشهد اشتباكات عنيفة من الطريق الممتد من جوبر إلى العباسيين، لتكون الأيام القادمة هي الفاصلة في ملحمة دمشق الكبرى. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.